لتسليط الضوء أيضا مشاهدينا الكرام على انتهاكات الاحتلال الصهيوني للمقدسيين والخطر الذي يتهدد أسر حي الشيخ جراح. معنا عبر الهاتف من هناك من حي الشيخ جراح بالقدس الصحفي الفلسطيني أحمد الصفدي. مرحبا بك يا أحمد. لا تزال إذن انتهاكات قوات الاحتلال ضد المقدسيين في حي الشيخ جراح مستمرة، لو تطلعنا على آخر الأوضاع وتفاصيل ليلة أمس و صباح هذا اليوم، كيف تبدو الأوضاع هنا؟ الاعتداءات مستمرة والاعتداءات مرتبة وتزداد عنفا يوما بعد يوم. فالاحتلال يستخدم أسلوب القوة ولم يستطيع ردع المقدسيين عن مساندة إخوتنا في الشيخ جراح والسكان الأصليين، فيستخدم مزيدا من العنف والقوة، يستخدم أساليب عنيفة ويستخدم أساليب قذرة وأساليب استخدام المياه العادمة وكل الأساليب القذرة التي يستخدمها الاحتلال ضد أهلنا في الشيخ جراح. فهذا هو حل الاحتلال الذي يستخدم كل هذه الأساليب من أجل ترويع المقدسيين ورش المياه العادمة للمساكن ومحاولة عزل سكان الشيخ جراح، وكان القضية هي قضية حي أو سكان منفردين لوحدهم، ولكن المقدسيين أرسلوا رسالة واحدة في الدفاع عن حي الشيخ جراح، دفاعا قويا وواضحا ووحدويا من خلال سكان وشباب مدينة القدس والحركات الشبابية والحركات من الداخل الفلسطيني سكان عام 1948 الذين مارسوا نشاطا متتاليا ودفعوا بقوات الاحتلال رغم كل تعزيزاتهم وقواتهم، فاستخدم اسلوب ممانعة واضح وارسل رسالة واضحة لكل العالم انه لا يمكن ان نقبل في النكبة الثانية كما لم نقبل النكبة الاولى والاقتلاع الحالي، ولن نقبل ايضا بان يكونوا سكان الشيخ جراح معزولين لوحدهم، بل هي قضيه القدس وهي قضيه الوطن. ولكن يبدو بعد ساعات تنفذ يعني المحكمه الصهيونيه قرارها باغتصاب بيوت المقدسيين في حي الشيخ جراح، يعني ما الاوراق المتاحه امامكم الان لوقف هذه الجريمه؟ اولا نحن لا نعول على محكمه الاحتلال ولا على كل محاكم الاحتلال، لانها منحازه وهي محكمه المستوطنين، الحكومه استيطانيه وكل القوانين استيطانيه، فهي تنفي الوجود الفلسطيني بل تعكس قوميه يهوديه الدوله التي تنفي اصلا وجود السكان الاصليين وتتحيز الى الاحتلال لانها محكمه الاحتلال. الاحتلال ادعى بالملكيه ولكن لا يوجد له اي اوراق تثبيتيه ولا ملكيه، وعلى العكس اوراق الملكيه هي موجوده بحوزه المقدسيين وهي من قبل الحكومة الأردنية التي منحت الأرض أرض الشيخ جراح للفلسطينيين المهاجرين من عام 48 كتعويض جزئي عن اللجوء ليقعوا في اللجوء الآخر وفي النكبة الثانية. فنحن لدينا كل الأوراق ولكن الاحتلال يطعن بهذه الأوراق ولا يبرز الطرف الآخر أي أوراق، وبالتالي هي المعركة الآن شعبية، معركة سياسية بانتهاء، معركة الوصول للجنايات الدولية وكل الأساليب التي يستخدمها الفلسطينيين والانتقال من يعني الانتقال من مدينه القدس من الشيخ جراح الى جميع الاحياء الضفه الغربيه وقطاع غزه وكل الاساليب المتاحه من اساليب تهديد حكومه محمد بيض وتهديدات المقاومه كلها تخدم قضيه الشيخ جراح. يعني بالامس سيد احمد بالامس محمد الضيف القيادي القسامي اطلق تحذيرات واليوم حركه الجهاد ايضا كرر التحذير، هل تتوقع ان يكون يعني حي الشيخ جراح عود الثقاب الذي يشعل فتيلة مقاومة بين المقاومة والاحتلال؟ باختصار شديد تفضل. طبعا مرشح جدا إلى أن تصبح هذه الهبة انتفاضة كما عودتنا القدس، من القدس تنطلق الانتفاضة، انطلقت انتفاضة الأقصى حينما دخل شارون سيء السمعة والصيت وأشعل انتفاضة في القدس والتي انتقلت بدورها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان والدول العربية. ولكن ايضا ترجمه البوابات الالكترونيه تعكس ايضا انطلاق من مدينه القدس، دائما المعارك تنطلق من مدينه القدس والكل يؤسس من القدس للانتفاضات، فبالتالي ممكن ان تنطلق انتفاضه من القدس اذا الاحتلال لم يرتدع عن اساليبه وهذا الظلم الواقع على سكان الشيخ جراح على استخدام كل انواع البطش والقمع، لان هذا سيؤدي بالضروره انفجار الاوضاع في القدس وستنعكس على الضفه وعلى كل فلسطين. الوضع خطير جدا، يتحمل مسؤوليه الاحتلال كل اساليب البطش والقمع. من حي الشيخ جراح بالقدس الصحفي الفلسطيني احمد الصفدي، شكرا جزيلا لك.